فيديو جديد وفيديو مميز جدا لجميع متابعين قناة هبة حول العالم. عايزه ارحب بيكم معايا بفيديو النهارده، وحابه اشكر كل متابعين قناتي الجمال على دعمهم ليا ولقناتي، واللي بفضل ربنا ثم هم قدرت قناتي تحقق شروط اليوتيوب لتحقيق الربح في اقل من شهر. وحابه اشكر كل متابعيني على الكلام الجميل اللي بيكتبوه ليا في التعليقات، واللي بتديني حافز وطاقه ايجابيه كبيره قوي تخليني احاول اقدم فيديوهات تكون عند حسن ظن متابعيني بيا. وحابة اقول للناس اللي اول مرة بتشوف قناتي، اتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا قناتي بالضغط على زر الاشتراك ولايك. هقدم لكم النهاردة فيديو جديد ومميز جدا، هنشوف مع بعض من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا من احدث الادوات المنزلية والافكار والحيل الجديدة والبسيطة اللي بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا في البيت والمطبخ. وكمان هنشوف المنظمات والابتكارات والاختراعات الذكية اللي بتساعدنا على تنظيم وترتيب البيت عندنا، واللي هتشوفيها لأول مرة في قناة هبة حول العالم، واللي مفيش أي ست بيت تقدر ان هي تستغنى عنها، أو أي ست أو أي عروسة بتجهز نفسها تتمنى انها تحصل على الأدوات دي بكل سهولة. عشان كده انا هقول لكم في نهاية الفيديو ده ازاي تقدروا ان انتوا تحصلوا على المنتجات دي والادوات دي بكل سهولة. وقبل ما نبتدي نتكلم مع بعض عن كل الحاجات اللي موجودة معانا في الفيديو ده وازاي نستخدمها ونستفيد منها، وهنا معانا حامل 4 رفوف جميل قوي تقدر تنظم عليه الاطباق والحلل والكوبايات، وهيساعدك على ترتيب وتنظيم المطبخ بشكل افضل. وهنا بيكون معانا فرشة 2 في 1 جميلة قوي تقدري تنظفي بيها الأزايز والكوبايات، وبيكون معاها فرشة صغيرة تقدري تنظفي بيها غطيان الأزايز، وحجمها صغير مش بتاخد مكان عندك في المطبخ. وهنا معانا أداة جميلة قوي تقدري تركبيها في رفوف باب التلاجة وتنظمي بيها الأكياس والبرطمانات والأزايز والمعلبات، وهتخلي التلاجة عندك بشكل أفضل. وهنا معانا منظم البيض الجميل ده تقدري تنظمي فيه عدد كبير من البيض وتحطيه عندك في التلاجة او في المطبخ. وهنا معانا علبة لحفظ الطعام جميلة قوي تقدري تستخدميها في حفظ الطعام وتاخديها معاكي في اي مكان سواء في الشغل او في المدرسة، وكمان تقدري تضيفي مية سخنة لحافظ الطعام عشان تحافظي على الأكل ساخن لفترة طويلة. وهنا معانا شواية فحم جميلة قوي وحجمها صغير متوفرة بألوان كتيرة، تقدري تشوي عليها جميع أنواع المشويات اللي انت بتفضليها، وكمان سهلة التنظيف تقدري تاخديها معاكي في أي مكان. وده طقم شاي أو قهوة بالكوبايات متوفر بألوان كتيرة، تختاري اللون اللي يناسبك. وهنا بيكون عندنا طقم معالق وشوكة للسفرة في منتهى الجمال والشياكة ومتوفر بألوان كتيرة، ودي سكينة حلزونة لتقطيع الخضار والفواكه بشكل جميل وسريع، وكمان هي سهلة الاستخدام. ودي قشرة للفواكه زي البرتقال والرمان، حجمها صغير مصنوعة من البلاستيك وسهلة الاستخدام وهتحافظ على ايديكي. ودي عصارة البرتقال اليدوية للمطبخ لعصر جميع انواع الفواكه. وهنا معانا طقم كاسات جميل قوي للعصائر والمشروبات، والميزة الجميلة اللي فيه انك تقدري تفكيه وتركبيه بكل سهولة. وهنا بيكون معانا أغطية مطاطية تغطي بيها أطباق الفواكه والخضروات والكوبايات والعلب، مصنوع من السيليكون وكمان سهل التنظيف. وهنا بيكون معانا حامل وموزع لمية الشرب تركبيه في أزايز المية وصبها بكل سهولة، وهيوفر معاكي في الوقت والجهد.
وهنا بيكون معانا مروحة عمود للمكتب قابلة للطي ومتعددة الاستخدامات، تقدري تحطيها عندك في أي مكان في البيت، وتقدري تحطيها في الدرجة أو الشنطة وتاخديها معاكي في أي مكان. والميزة الجميلة اللي فيها إن هي فيها بخاخ للهواء وفيها مكان لشحن التليفون، وده غطا للمروحة وهيحافظ عليها من الأتربة، ومتعدد الألوان وسهل التركيب والتنظيف. وهنا بيكون معانا صناديق تنظمي وترتبي فيها مستلزمات البيت زي المفارش والفوط والكتب والمعلبات، وهتساعدك على الترتيب والتنظيم. وده منظم دوار للمطبخ تقدري تنظمي فيه الخضار والفواكه والكوبايات، وهيساعدك على ترتيب وتنظيم المطبخ عندك في البيت. أما هنا بقى فبيكون معانا الأداة دي، تقدري تركبيها في أسلاك الكهرباء المقطوعة أو سلك الشحن وتثبتيها بالنار، والأداة دي هتحميكي وتحمي أسرتك من مخاطر الكهرباء. وهنا معانا مشبك تثبيت لأسلاك الكهرباء، تقدري تلزقيه وتثبتي عليه أي جهاز كهربائي عندك في البيت وتلف عليه الأسلاك. وهنا معانا جراب للريموت جميل قوي مصنوع من السيليكون، الجراب ده هيحافظ لك على الريموت من الكسر والمية والأتربة، وبكده هيحافظ على الريموت لفترة طويلة جدا. ودي فرشة تنظيف متعددة الاستخدامات، تستخدميها في تنظيف الستائر والنوافذ والأجهزة الكهربائية، وهتوفر معاكي في الوقت والجهد. لو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم، أتمنى أن انتوا تدعموني وتدعموا القناة بالضغط على زر الاشتراك ولايك. ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة اتعرضت في الفيديو ده، تقدروا أن انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وأنا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن. تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما شوفنا مع بعض كل المنتجات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، ووضحنا أن احنا ازاي نستخدمها ونستفيد منها، والحقيقة أن هي أدوات عملية وغير مكلفة، وتقدر ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وبتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. كملي الفيديو للنهاية عشان تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ومطبخك. وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة تعرفيها في الفيديو ده، جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم نجيب المنتجات دي بكل سهولة، من خلال المواقع الصينية مثل موقع علي بابا وموقع علي إكسبريس والموقع الأمريكي أمازون وموقع بنجودو. وأسعار المنتجات دي بتكون متفاوتة على حسب الحاجة اللي انت محتاجة تجيبيها، أو عن طريق الفيسبوك حضرتك هتكتبي أدوات منزلية وبيكون في تجار كبار عندهم المنتجات دي، تقدري ان انت تتواصلي معاهم وتحصلي على المنتجات دي مقابل مصاريف شحن رمزية. اما مصاريف الشحن لمواقع علي بابا وعلي اكسبريس بتكون غالية شوية على حسب المكان اللي انت موجودة فيه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.